انا الحقيقه يعني عايزه اتكلم فيما يخص احتضان الدوحه لهذا المنتدى، منتدى الشباب من الصف الثاني ومسمينه منتدى الشباب الاسلامي. ايه الفكره من وراء هذا المنتدى؟ شوف، خليني اقول لحضرتك انه هذا المنتدى يعني مرتبط باشياء كثيره ومياه جرت في النهر خلال الساعات القليله او الايام القليله الماضيه، وايضا له ارتباط وثيق منذ 2006 و2009. خليني اقول لحضرتك انه هذا المنتدى الذي عقد مؤخرا هو استضافه مجموعه من الشباب من الاعمار من 18 ل 30 سنه. بلا شك انه قطر يعني هي المرشد الحقيقي للإخوان المسلمين. تاني، قطر هي المرشد الحقيقي للإخوان المسلمين. وخلينا نتكلم، نرجع ل 54، بس بعد كل ده هذا المنتدى مرتبط ببعضه في تفاصيل كتيرة جدا. وتوقيته. وليه الصف الثاني مش الصف الأول؟ أولا، قطر تدرك تماما تهاوي جيل وسقوط جيل بالكامل من قيادات الجماعة الإرهابية. تمام، هذا الجيل الذي يحرك وظل يحرك والذي اعتادت عليه قطر في تنفيذ مخططاتها يتوارى ويختفي ويسقط، وبالتالي هي تدرك هذا الخطر وبالتالي تبحث عن صناعة عقول جديدة وأجيال جديدة. طب هذا المنتدى هو اختلاف أسماء؟ لا، خلينا نرجع بالذاكرة شوية ونقول، طب هو في فرق بين هذا المنتدى وأكاديمية التغيير اللي كان يرأسها زوج ابنة القرضاوي هاني المرسي؟ في فرق بينها؟ طيب، هي المنتدى اللي عقد في 2006 في منتدى المستقبل الذي خرج وانبثقت منه فكرة التغيير الذي عقد في 2006 في لندن، و2009 انشاء الأكاديمية في قطر، هنا أكاديمية التغيير. طب 2006 في لندن، 2009 في قطر، منذ أيام يعاد تدشين هذه الفكرة مرة تانية باسم منتدى الشباب. تختلف المسميات لكن الهدف واحد. قطر لا تزال تركز وتبحث عن أشكال جديدة لتنفيذ مخططاتها على الأرض. الأكاديمية ومفهومها عندما أسست من أجل استقطاب مجموعة من الشباب وتدريبهم على الفوضى وتدريبهم على التخريب وتدريب عقولهم على مصطلحات لم نسمعها من قبل مثل العصيان المدني والتظاهرات وغيرها بالشكل الذي عشناه، هي نفس المفردات ونفس الطريقة التي تسعى إليها قطر ونفس الأسلوب الذي يسعى من خلاله تنظيم الحمدين، لأنه يخلق كوادر جديدة وأجيال جديدة في السن من 18 ل 30. هنا خلينا نقول، طب ما هو إذا كان هو سؤال الله، طب هو لماذا قطر؟ يعني لماذا قطر تحتضن الإخوان؟ قطر التي استقلت عن بريطانيا 1971، هل هناك علاقة بين قطر التي عاشت وتنفست الثقافة الإنجليزية وبين احتضانها للإخوان الإرهابية؟ الإجابة نعم. لماذا؟ لأن بريطانيا هي الإخوان، هو مشروع بريطانيا. بريطانيا هي التي أسست هذه الجماعة منذ عام 1928، وبالتالي هذه جزئية. الجزئية الأخرى وهنا الأكثر خطورة،
انه هذه الدويلة الصغيرة وهذه الدويلة التي لها دور وظيفي على مر التاريخ أرادت أن 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 يتم استخدامها بمحض إرادتها، وأؤكد أن تكون إسرائيل المنطقة، إسرائيل العرب، دولة وظيفية تقوم بدور للأمريكان، وأيضا دورة وظيفية تقوم للبريطانيا، وأرادت بريطانيا وأرادت أمريكا أن تخلق من قطر دور وظيفي لتكون إسرائيل المنطقة. وبالتالي التراكم منذ في علاقتها بهذه الجماعة الإرهابية منذ متى؟ منذ 1954. وفي دلالات هنا مهمة جدا، بدأت تستضيف الإخوان من مصر في صدامهم مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ومحاولة اغتياله في حادث المنشية. نفس السياق في 82، من 80 ل 82، وأيضا محاولة اغتيال الرئيس حافظ الأسد في سوريا ودخوله معهم في صدام. من سوريا ذهبوا إلى الدوحة، من القاهرة ذهبوا إلى الدوحة. أيضا استدعاء ومع مرور مع استدعاء قيادات كبيرة جدا داخل قيادات كبيرة داخل هذه الجماعة الإرهابية، منهم يوسف القرضاوي، منهم العسال، منهم المعايرجي، منهم أسماء كبيرة جدا، منهم صقر الذي كان وكيل وزارة للأزهر، يعني مجموعة من الأسماء، وتم استضافتهم واحتوائهم ودخلوا إلى قطر. وحتى أحداث 11 سبتمبر من كان في المملكة العربية السعودية ورفض المملكة لهم، كل هؤلاء ذهبوا إلى الدوحة بعد ارتكابهم الجرائم. هنا نقدر نقول إنه هذا التنظيم كان واضح جدا في أهدافه، وهذه الدويلة كانت واضحة جدا في أهدافها واحتضان هذه الجماعة الإرهابية. لا يمكن فصلها عن الإنجليز، وأكرر مرة ثانية علاقتها ببريطانيا، ده مهم جدا، نقطة ليست من باب الرفاهية، لكنها في عمق الموضوع، في عمق النظام القطري، في مشروع التقسيم والفوضى الخلاقة.